اليوم أخبارنا عن استهداف للجيش بعرسيل وعن دفاع المدني الموجودين حالياً على الحدود اللبنانية الفلسطينية. أول خبر هو أنه بعرسيل تم تفجير عبوة ناسفة زنتها 3 كيلو بسيارة همفي لجيش اللبناني، أصيب فيها 5 عسكريين بجروح طفيفة، والحمد لله أنه كانت جروح طفيفة لأنه تم تفجيرها لهذه العبوة عن بعد من بعد ما كانت قطعت سيارة الهمفي تبع الجيش عدة أمتار عنها. الخبر الثاني بيتعلق بدفاع المدني وتحديدا بمتطوعي الدفاع المدني اللي لهم تقريبا سنتين موعودين بالتثبيت. وبعد ما صار هيدا الشيء امبارح نص الليل بينطلقوا صوب الجنوب مثل ما كانوا واعدين، واستقروا بيكفر كلا على بعد امطار قليله من الحدود، وهن بعضهم ناطرين على امل انه تكون هيدي المنطقه الاخيره اللي بيضطروا يزوروها قبل ما يحصلوا على تثبيت.